ولا حول ولا قوة إلا بك، وحسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذ المسؤولين، حسبنا الله ونعم الوكيل في هذو اللي يشوفوا العدو ديالهم غير التربية الإسلامية. حسب واش استشروا الشعب المغربي وصابوهم اللي فلست الأمة هو الإسلام؟ واش اللي فلس الأمة هو القرآن هو الجامع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اللي فلس هو اللي يشيع الخمر والمخدرات والعري والزنا. يا ربي يا ربي نشكيوك، نشكيو بيهم ليك، ما صبناش لما نشكيو، جمد الدم فعلكم. يا ربي توب عليهم ولا ما تبتش عليهم، جمد الدم في عروقهم حتى يتمنون الموت فلا يجدون. يا رب 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 يا رب. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. محمد السادس، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، أره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه.